كما احتفلت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وقد أقام معالي الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى السعودية حفل استقبال حضره سمو أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وعدد من كبار المسؤولين والسفراء ورجال الأعمال والدبلوماسيين والإعلاميين وحشد كبير من المدعوين. وقد ألقى معالي الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد، كما هنأ الشعب البحريني بهذه المناسبة متمنيا دوام الأمن والأمان والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى. وأضاف الشيخ حمود الخليفة بأن حجم ما أنجزناه في مملكة البحرين خلال السنوات الماضية مشرف وجدير بالتقدير بكل المقاييس، معبرا عن الفخر بما تحقق من نتائج إيجابية لترسيخ نهج الشورى والديمقراطية في البلاد وتعزيز المؤسسات الدستورية والتكامل والتعاون بين السلطات الثلاث واحترام استقلالية كل منها. وبين معالي السفير أن مواقف البحرين إزاء القضايا الخليجية والعربية والإقليمية والدولية هي مواقف واضحة وثابتة ترتكز إلى مبادئ عامة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والتنسيق والمصالح المشتركة، مشيدا بالعلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية وما وصلت إليه من قوة وتفاعل وتنسيق على المستويات كافة.